هنا العريش، حيث عادت الفرحة تعم أرجاء وربوع المدينة بفضل جهود القوات المسلحة المصرية. واليوم تشهد أرض الفيروز فرحة أبنائها، حيث يقيم حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لعدد من أبناء العريش، وذلك بحضور الأهالي وعدد من المسؤولين. محافظة شمال سيناء بالكامل كلها موجودة اليوم لتشاهد هذا العرس وهذا الزفاف الجماعي اللي بيتبناه أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد كبير ساعدنا في زواجهم، زواج متكامل يعني في جميع التجهيزات، تم التجهيزات بمعرفة أمانة شمال سيناء، وفي حشد كبير جدا اليوم. حضرتك شايف الحشد بالألفات، الناس كلها سعداء بهذا الاحتفال اللي بينفذه حزب حماة الوطن. كل القيادات المركزية وكل أمناء الحزب وعدد كبير من السادة النواب النهاردة جاي بيحتفل بأبنائنا وبيحتفل بعودة سيناء من براسم الإرهاب الغاشم، وبيحتفل بانتصار قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة على أرض سيناء. والحقيقة أجواء كلها بهجة وفرح وسرور. الحمد لله رب العالمين، احنا في يوم احتفال ويوم ازدهار ويوم جديد ويوم ميلاد جديد على أرض الفيروز الحبيبة، وبنبعث رسالة أمل من على أرض الطبيعة والجمهور اللي موجود والناس اللي على الأرض شايفة كلها إن احنا جاهزين، استثمار موجودين، تنمية موجودين. بنقول لكل العالم أهلا بيكم. بنشكر حزب حماة الوطن على الزفاف الجماعي، وإن شاء الله تتكرر مرات عديدة يعني، وألف مبروك للعرسان جميعا. ربنا يتمم لهم بخير يا رب إن شاء الله. ولولا حكمة سياسة سيادة الرئيس ما كناش قدرنا نقعد هنا في المكان ده وعملنا القصد الكبير دوت. ويستمر حزب حماة الوطن في القيام بدوره المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الوطن، والتكفل بنفقات الزواج للعديد من شباب وشابات مدن وقرى محافظات مصر، تنفيذا لرؤية قيادات الحزب والقيادة السياسية لخدمة المواطن المصري والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع. والله سعيدة جدا لأن ابن خالد بقاله 6 سنين خاطب، والحمد لله ربنا كرمه وهو النهاردة هيتجوز. قد ايه احنا سعداء باللي بيحصل النهاردة، والاول مرة في تاريخ حياتنا نشوف اللي بيحصل النهاردة في سيناء دوت. شيء جميل منكم، جميل جميل، وحياة الرئيس والله حقيقي والله العظيم. انا مبسوطة خالص اللي ربنا كرم العرايس دي وهنا، ومتشكرين للرئيس، ومش عارفة اقول ايه. ربنا يخلي لنا يا رب. قول لهم شكرا على كل اللي عملتوه، على العفس وعلى الفرح وعلى كاتب الكتاب، على الفرحة اللي وصلوها لنا دي. حاجة جميلة وخلت الفرحة والسرور والسعادة على ناس من البلد، واحنا جايين نشاركهم فرحتهم ونحضر معاهم التجمع الجميل ده. أولا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله، وبنشكر حزب حماة الوطن، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود العظيم ده. والله شكرا، احنا مش كلنا متوقعين ان يحصل كده، بس والله الفرح جميل وعمري ما شفت فرح زي كده اصلا. بشكر اكيد حزب حماة الوطن على كل حاجه هم عملوها. احنا فرحه حزب حماة الوطن وعد ونفذ وكتر الف الف خيرهم، وشكرا لكل من ساهم من اكبر واحد لاصغر واحد، ربنا يجزيهم خير ان شاء الله يتقبل منهم. الف الف شكر فخامه الرئيس. الله يبارك لهم والله، والله يعني ناس جدعان. يوم جميل، ليله جميله قوي. شكرا جدا سياده الرئيس. بشكر حزب حماة الوطن على المجهود الجامد اللي عاملينه معانا. على مدار قرابه 3 أشهر استمر العمل على قدم وساق لاتمام كافه التجهيزات لهذه الليله المميزه التي عمت فيها الفرحه ارجاء مدينه العريش، واحياها نخبه من المع نجوم الغناء من سيناء وخارجها، وذلك بحضور العائلات والقيادات التنفيذيه بالمحافظه والقيادات الحزبيه. I'm gonna go to the hospital.